بالمناسبه برضو يعني عشان ما بقاش يعني ايه راجل مش منصف ولا راجل يعني عندي سواد وانا عندي بياض والله، مبروك للزمالك. الزمالك امبارح فاز بالكاس، الزمالك امبارح فاز بكاس مصر، بطوله الكاس لمن لا يعرف بطوله تعتبر لها نكهه خاصه. الدوري اهم وغيره، لكن بطوله كاس مصر له طبيعه خاصه. كاس مصر الزمالك مدرسه الفن والهندسه بجد مش مجامله يعني، امبارح فازوا 3-0 على فريق الاسيوطي فاروق بيراميدز على فريق بيراميدز فازوا عليه 3-0. طبعا دي بطوله محليه، لكن امبارح جمهور الزمالك كان سعيد ومن حقه ان يسعد، كان فرحان ومن حقه ان يفرح. كانوا بيغزوا الاهلاويه بس الاهلاويه ما تغزوش يعني، ده باختصار. امبارح الاخ عمرو عبد الحميد شغال على تويتر وبصفته زملكاوي عتيد للاسف يعني، قعد يقول لك انا سعيد بالاداء اكثر من النتيجه. فالاخ الصديق العزيز رامي رضوان قال والله انا مبسوط للزمالك، فعمرو قال له انت من قلبك. ودخلنا في سجالات رائعه، جو رائع لما نكون احنا عاملين بنتفرج الاهلاوي والزملكاوي والاسماعيلاوي والاتحاداوي وكذا. انا شخصيا راجل اهلاوي وبقول ما بخبيش، ما بعرفش اخبي، لكن بحب الزمالك ومبسوط على انبساط جمهور الزمالك وفرحان علشان الناس الزملكاويه اللي محاصرني في كل مكان يرضوا عني شويه. رئيس التحرير بتاعي ابراهيم جاد زملكاوي عتيد، وعنده والمخرج بتاعي وليد عبد القادر زملكاوي عنيد، يعني ممكن دلوقتي لو ما قلتش الكلمتين دول يبوظوا له الصوره ويعملوا شغل